أهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، كرمت جائزة محمد بن راشد للغة العربية التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم لهذا العام خلال حفل كبير الفائزين بالجائزة في الدورتين السادسة والسابعة من الأفراد وفرق العمل والمؤسسات عن مشاركتهم بمشروعات متميزة تدعم تعزيز وحماية اللغة وترسيخ مكانتها في المجتمع. حضر الحفل معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدد من القيادة الثقافية وكبار الكتاب والمفكرين. هذا وتخصص الجائزة مبلغ 2.8 مليون درهم إماراتي للفائزين بفئاتها المختلفة في إطار استراتيجيتها لتعزيز حضور اللغة العربية وإثرائها، فيما يتزامن الحفل مع افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري في سلسلة مميزة من الندوات والجلسات النقاشية بحضور نخبة من الأدباء والمختصين ولفيف من المهتمين باللغة العربية.